بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، طيب، يقول الشيخ الشوكاني هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، يعني حد المحارب، هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصري إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. إذن أنواع العقاب الذي ذكره الله تعالى في القرآن لهؤلاء المحاربين. أولا، هؤلاء حاربوا الله ورسوله بالفساد، ومن هذا الفساد أنهم يقفون في طرقات المسلمين ويأخذون أموالهم أو يقتلونهم أو يخيفونهم أو يهتكوا أعراضهم، فهؤلاء جعل الله لهم هذه العقوبات. أولا قال أن يقتلوا كل من يحارب الله ورسوله ويحارب الدين ويحارب الإسلام، أيضا ويرعب المؤمنين أو يأخذ أموالهم ولو كان في مصر. كلمة مصر المقصود بها البلد، يعني لو أخذ شخص سيفه أو مسدسه ووقف في الطريق يقطع على الناس الطريق، كل من مر يأخذه ويهدده بالقتل إن لم يعطيه المال، فهذا داخل في هذه الآية. ولو خرج أيضا إلى مكان بعيد ليس فيه الناس ولا جمهرة الناس أيضا يسمى محارب إذا كان يقوم بهذه الأفعال.
يقول هنا للإيمان الخيار، إذا أخذ مثل هذا أو قبض عليه مثل هذا الرجل أو رجال جماعة عصابة تقف في مكان معين أو تفعل مثل هذه الأفعال بوسائل شتى، فهؤلاء كلهم يصدق عليهم حد الحرابة. حد الحرابة هو هذا. قال إما أن يرى الإيمان قتلهم، وإما أن يرى الإيمان صلبهم حتى يموتوا، وإما أن يرى الإيمان أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اقطع لي اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو الرجل اليمنى واليد اليسرى. كل من قام بهذا الفساد هذا جزاؤه. قال أو ينفوا من الأرض. العلماء هنا وقفوا في كلمة أو ينفوا من الأرض. جمهور العلماء قال ينفوا من الأرض معناه يحبسون، ويحبسون في أرض أخرى لم يكونوا يفعلون فيها ما فعلوا في البلد الأولى، يؤخذون من هذا البلد إلى بلد آخر ويحبسون. يعني الإيمان له الخيار في أن يفعل هذا. هذا رأي الشوكاني ورأي كثير من أهل العلم، لكن قرأنا نحن في الفقه الحنبلي وكذلك عندنا في الفقه المالكي قالوا قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا إذا أخذوا المال وقتلوا، أخذوا المال وقتلوا يقتلون، لكن أخذوا المال ولم يقتلوا نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولكنهم أخافوا الناس وروعوهم ينفوا. هذا رأي كثير من أهل العلم يقولون هكذا، لكن الشوكاني يناقش ويقول من أين جاءوا بهذا؟ فأو للتخيير، قالوا نعم للتخيير، ولكن العقوبة على قدر الفعل، هذا ينبغي أن يعلمه كل شخص، هكذا يقولون. لذلك الإمام مالك والإمام أحمد وربما حتى الشافعي يقول بهذا الكلام، لكن الشوكاني هذا اجتهاده ومعه بعض أهل العلم في هذا الباب. وأيضا ناقش معهم الشوكاني قضية أو ينفوا من الأرض. قال كلمة ينفوا من الأرض عربيا معروفة، نفي، يخرج من هذه الأرض التي فسد فيها، لكن الحبس من أين جاءوا به؟ وليس في حديث وليس في أثر حبس، كيف هذا؟ ثم إذا أخذناه إلى مكان آخر سوف يفسد فيه. هذا شكاء هؤلاء الذين يقولون بالحبس، إذا أخذناه ونفيناه من هذا البلد إلى بلد آخر لا يعرفونه، ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الرجل
يقوم بالفساد من جديد، الناس لا يعرفونه. لذلك اصطلح الجمهور على هذا النفي بقضية الحبس. وعلى كل حال فالقضية فيها نقاش في هذا الباب، لكن الذي يترجح لنا والله أعلم ما قاله الأئمة أن ينفوا يخرجون من هذا البلد إلى بلد آخر ويحبسون. إذن تم النفي تم بحيث خرجوا من هذا البلد الذي كانوا يفسدون فيه، ولكن حبسوا في مكان آخر حتى لا يعم فسادهم على البلاد كلها. وهذه الآية عندها سبب نزول أيها الإخوة الكرام، سبب نزول لهذه الآية، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تعرفون قصة العرينيين الذين جاءوا من عرينة، وهي قبيلة من قبائل قحطان عربية. هؤلاء جاءوا إلى المدينة فاجتووها واستوخموها. ما معنى الكلام؟ يعني الجو ديالها ما صلحش لهم، الجو ديال المدينة مرضهم ومرضوا مريضوا. بعد ما أسلموا وأعلنوا إسلامهم ودخلوا المدينة فمرضوا، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا له أمرهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا يخرجون عن المدينة إلى إبل الصدقة، إبل الزكاة، ومعها راعي، وأمرهم أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها، البول ديال الإبل وكذلك لبن الإبل. وهذه المسألة ديال البول ديال الإبل ربما كثير من الإخوة لا يعلمون حقيقة بول الإبل. بول الإبل الآن ولا مشروع كبير، لأنه يداوي السرطان في غالب الأمر، ولذلك كثير من الناس يعني توجهوا إلى هذا المشروع وبدأوا يربون الجمال ويبيعون أبوالها وألبانها. وذكر لي أحد الإخوة أنه اشترى هذا البول حيث بدأ فيه شيء من السرطان، أو ابنته، وذهب بها لا أدري إلى الصحراء أو شيء من القبيل، واشترى هذا البول من أولئك الناس وأعطاه لها في دفعات، وبرئت بإذن الله، برئت بإذن الله ببول الإبل. لتعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هؤلاء مكثوا هناك أياما وهم يشربون الألبان والأبوال حتى صحوا. فلما صحوا بدل أن يشكروا نعمة الله عليهم كفروها. ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وساقوا الإبل،
خادوا الإبل. وهذا هو شغل اللئام. للئيم إلا درت فيه شي خير تيرد لك بضده، ما تيرد لكش الخير تيرد لك بضده. قتلوا الراعي، بماذا قتلوا؟ حموا قضبان الحديد وسملوا عينه، يعني فقعوا عينه، الاثنان حوروا هذوك تا حماروا وخشوهم ليه في عينيه وصلبوه في الارض وبقى تمت. فجيء الى رسول الله وقيل له الخبر فارسل في طلبهم، فلم يطلع النهار حتى جيء بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا بهم ما فعلوا بالراعي، افعلوا بهم ما فعلوا بالراعي. فصلبوهم وسملوا أعينهم فكانوا يستسقون ولا يسقون، تطلبوا الماء في الصحراء وما كاينش اللي يعطيه لهم حتى ماتوا. كما قتلوا الراعي قتلوا. إذن هنا هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين القتل والصلب، بين القتل والصلب، لأنهم قتلوا وصلبوا وسرقوا، قاعد شجنا فيهم. إذن هذا الحديث سبب نزول هذه الآية. هنا في الآية قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما معنى الكلام؟ معناه الذين تابوا من هؤلاء الذين كانوا يفسدون في الأرض من قبل أن تقبضوا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم، أي من قبل أن تقبضوا عليهم، من اللي انتم يعني راصدينهم وتطلبونهم على الدوام، ولكن لما أقدركم الله عليهم وقبضتم عليهم وجدتموهم قد تابوا بشهادة الناس وبشهادة الإمام الذي يصلون عنده، إذن فاعلموا أن الله غفور رحيم. صافي، خليهم ما دام تابوا، خليهم في حال سبيلهم، هذه رحمة من الله عز وجل. لكن هناك سؤال، ما هو؟ هل أرواح الناس الذين قتلوا وأموال الناس الذين أخذوا التي أخذوا هكذا تمشي هضرا؟ لا، قال أهل العلم لا بد من أن يعطوا الأموال التي أخذوها إذا طلبها أصحابها. إذا جاءوا عندنا الناس اللي طلبوا قالوا أنا الدولية كذا والأخر الدولية كذا والأخر، وقعدوا جاءوا طلبوا أموالهم، يجب أن يأخذوها منهم أو الإمام يعطيها بدلهم. كذلك الأرواح التي قتلوا لابد من أن يخير أهل المقتول في ثلاثة أشياء، إما أن يعفوا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يطالبوا الحاكم بقتله، بقتل الذين قتلوا.
وفي الغالب أن هؤلاء استمروا سنوات سنوات وهم في هذا الحال، ثم بعد ذلك تابوا، وقد تنسى قضايا الموت وقضايا المال، ففي الغالب لا يطالب أحد بذلك في ذلك الزمان. أما في هذا الزمان الكل مسجل وقد يطالب الناس به، وإذا طالبوا بهذه الأشياء أعطوها أعطوها لهم، وإلا الحاكم هو الذي يودي هؤلاء، يعني يعطي ديتهم من بيت المال. انتهينا من هذا الباب، الباب اللي احنا عليه الآن باب من يستحق القتل حدا.